كشف الصحفي الإيطالي رومانو عن آخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال النجم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي الإنجليزية إلى نادي أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وكتب فيها: رياض محرز إلى أهلي جدة، الوثائق تم تبادلها بين الطرفين في ظل رغبة النادي الإنجليزي والنادي السعودي في حسم الصفقة في نهاية هذا الأسبوع، حيث سيوقع النجم الجزائري عقدا يمتد إلى يونيو 2027، حيث سيحصل مانشستر يونايتد على 35 مليون يورو إضافة إلى المتغيرات. ومن المرتقب أن يجري النجم الجزائري رياض محرز الفحوصات الطبية في غضون 24 ساعة القادمة.